معكم بالنسبه لهذا الشركه هذه، ما يضر معكم كمواطن يعني كنمارس هذا التنقل يوميا بالفنيده ولا مرتي. كنلاحظوا باللي الاوبانات راه كاينين بزاف في هذه المدينه هذه، اي خطر كبتي فيه كطيح طوبيس اوبان وكل هذه الحافلات. تسمى كما كتلاحظوا دابا الخط 35 راه ما كاينش والسادس ما كاينش، الناس دابا هذه تقريبا ساعه هما واقفين هنا في الشمس كيتسناو الحافله ما كايناش، وكيخدموا مثلا السبت والحد كيخدموا غير جوج الحافلات ثلاث الحافلات، ان كانوا عندهم الحافلات 8 9 في الكاروز كيخليوهم على حسب ما كيخرجوهمش يخدموا، لان اون بار ما يمكنش يخرجوا يخدموا. كما كتلاحظ الناس هما هنايا كاملين هما يقدروا يشرحوا لك شنو كاين من ناحيه ديال الاوبانات ديال الحافلات. راه يوميا ما يمكنش شي خط تمشي ليه ما تلقاش جوج ثلاث الحافلات في الطريق اوبان، كان في ميدان كومارتين خطوط طويله كواد لا هادشي اللي غنقول لك. مثلا وانت سبق لك كنتي راكب في الحافله وطحت اون طبيعه الحال، انا صحا من خطره كنا راكبين في الحافله وطيحنا اون بان وبقينا كنستناو ربع ساعه نص ساعه حتى تجي شي حافله اخرى ويهزونا، والضغط يعني مثلا كانت شي حافله اخرى فيها 70 راكب ولا 60 راكب وزيد لها واحد 60 ولا 70 راكب من هذيك الحافله هذيك اللي اون بان زيدهم لها كيوليو 140 راكب في الحافله، يعني هذا مع هذا هذا ماشي بهذا. يعني شنو رسالتك للمسؤولين؟ والرساله المسؤوليه يعني يشوفوا لنا شي حل، يشوفوا لنا هذه الحافلات الشركه هذه، اما تجي من الحافلات اللي غادي يخدموا لنا البلاد، لان يعني البلاد كتطلب الحافلات بكثره، لان يعني مدينه كبيره تبارك الله تطوان وعندها مناطق متفرعه منها بزاف كيخرجوا لنا الطوبيسات. مثلا خط 18 نعطيك انا مثال، خط 18 كاين حافله واحده كتطلع ها هما هنا الناس البربوري ساكن هنايا كيبقاو نهار كامل كيستناو، وكذلك خط وادلا اذا مشيتي دابا لخط وادلا المحطه ديال وادلا غتلقى بلي الحافله تما ما كاينش، حتى تما كتلاحظ كتجي الحافله حتى تتورو لهم الناس، ما يمكنش تجي الحافله تلقى يطلع بنادم على خاطرو يجلس وهادي كما كتلاحظ كيخليو الحافله راه بينا وقفه واحده حتى كيطورو الناس، والضغط عاد كيجيبو الحافله باش كتقدر تهز من هنايا 70 80 بشر، وعاد هي ماشيه مع الطريق وهي كتهود كتوصل من مرتي ب 120 130 بلاصه، هذا راه بزاف. ونزيد لك باللي الحافله فيها راه 15 ولا 20 ولا 20 كرسي صافي، حتى باقي كلشي خاوي. السلام عليكم، اللي غادي نبغي نزيدو انا الملاحظه ديالي على اللي قالوا الاخوه قبل هو ان نهار الحد بالخصوص الطوبيس كنعانيو منه بزاف لحقاش الاداره ما كتكونش خدامه، المواصلات كينعدموا تقريبا تماما كينعدموا. واحد النقطه اخرى الله يرحم الوالدين هو المناطق اللي شويه بعيده بحال كره السباع بحال البربوري بحال هذه كتكون عاود مواصلات قليله بزاف، يعني ما كاينش شي مجهود بزاف تماما شحال الناس كيعانيو هنايا والصلاه على النبي. هادشي اللي بغيت، هاد جوج الملاحظات اللي بغيت انا نوصلهم ونضيفهم. وسمعنا بانهم كيطيحوا اونبان بزاف. كيطيحوا اونبان وكينعدموا بعض الساعات كيخليوا الطلبه مع الفابريكات السيما مع القنطره. الله يودي وخصوصا في الايام السخانه راه كيوقع هنا واحد غريب، واحد لا يستهانوا به السخانه زعما راه كلشي كيعرف الناس في تطوان كامل كيعرفوا السخانه هنا كيبدا بنادم يطلع على بعضه وعيا الكونتروليست ما يخدموا عيا والمسائل والو والو. السلام عليكم، بغيت نهضر على المشكل ديال الطوبيس، ماشي زعما غير الطوبيس وحده ولكن بخصوص الطوبيس ديالنا بعدا كنشكر فيها معاناه بزاف، الناس كتهز بزاف اكثر من المجهود ديال كابتن، وبعض الاوقات ما كنجيبوش كاع المركب، يعني السته العشيه غادي تطلع تقريبا في الباب الهدف. المهم كاين بعض الاوقات ما كنجيبوش المركب فيها وخصنا نصاب يزيد لنا طوبيس اخر. اش من حاجه؟ جبل ديال السرخ وكاين عاد مناطق اخرين حتى هما نفس المشكل تاعكم، بخصوص ديك الطوبيسات الصغار باقي الكبار شويه ولكن بالنسبه للطوبيسات الصغار اليوم يعني كنتعذبوا. المهم انا نهضركم على المشاكل اللي كنواجهوها بزاف في الطوبيس دواتلاو، ما عندهمش طوبيسات بزاف، يعني كيكون طوبيس واحد على ولا جوج تقريبا نهار كامل، وحنا اصلا بعادين يعني على دواتلاو ضروري خصك التاكسي، وبعض المرات كيجيو باوقات متعطلين يعني بحال 6 ونص كاين حتى 8 كنخرجوا في 6 ونص كنبقاو نستناو هنا حتى 8، يعني بزاف الطوبيسات ما كاينينش بزاف، كاين واحد ولا جوج، يعني وحنا بزاف بينا والطلبه يعني كنواجهوا بزاف د المشاكل، ومن هاد الزحام اللي كتشوفوا دابا يعني كنبقاو واقفين بزاف والضغط علينا من خلال الجال ولا من نسبه بزاف، وكتوقع السرقه بعض المرات يعني بزاف الظروف. السلام عليكم، حنايا متواجدين في مدينه تيبوان خصوصا قرب الرمانة في بارادير ديال الطوبيسات. دابا نشوفوا المشكل اللي عندنا هنايا، حنايا
حنا لو كنطلعوا غنجبروا مشكله في الركوب، علاش زعما الطوبيس فيها 15 كراسه تدي 50 الناس؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا، وخصوصا نهار الاحد، نهار الاحد كنكونوا حنا مضروبين تجبروا غير طوبيس واحده. علاش لماذا هذا الامر هذا تيكون كيتعطوا الناس هذوما؟ بزاف الناس تسالوا هاد السؤالات، علاش؟ كيخافوا من فهمتي؟ والله العظيم معدين علينا، وليني اش غادي نقولوا اخوتي؟ تنوجهوا التحيه ديالنا لهذا المسؤولين، يعني الطوبيس دوز 16 الناس كراسه، وعلاش دوز 70 واحد 80 واحد؟ واش ما تيخافوش من حادثه؟ واش ما تيخافوش من شي حاجه هاد الناس هذوما؟ خصوصا نهار الاحد تكون طوبيس واحده، علاش زعما تكون طوبيس واحده بربوري عندها طوبيس واحده نهار الاحد؟ شكرا لكم. السلام عليكم. حنا في السيكوان كنعيشوا واحد المعاناه مع الطوبيس، حيث انها كتعطل، كان فيها اون باين بزاف المرات. انا طالبه كنقرا في الجامعه، سبق لها يعني ساعتنا هيدا كاينه وقت التطريق. بالنسبه للطوبيس صراحه كنقول لا علاقه، كنطالبوا يعني المكلفين انهم يحاولوا يعني المشاكل ديال هاد السكينة. طبعا في اوقات الامتحانات كنواجه واحد المشكلة، بحيث انه يكون مثلا عندنا خصنا نمشيو الامتحان في وقت محدد، كنجبرو راسنا وصلنا يعني تعطلنا في الطريق. حنا كنستناو دابا الطوبيس ديال واد لو، كيف ما كتشوفوا هذا الزحام هذا هو دائما صراحه، وبالنسبه حتى لعدد الطوبيسات قلالين، يعني كنلقاو غير واحد دابا، والزحام هذا كامل يعني خاصو يهبط فيه اكثر من 100 واحد صراحه، دي قلالين بزاف، يعني هذا مشكل كنعيشوه دائما. وحتى عدد المقاعد يعني اللي متواجده في الطوبيس قليله بزاف، ما كتوصلش يعني اكثر من 50 مقعد، و حتى انا كنت هنا غطلع يعني ما غطلع، ف ما تقدرش اصلا تجبر حتى تلبس فين الكلاس ولا شي حاجه، يعني هذا هو المشكل. الواقف طبعا اكثر من الكلاس، ولا جبرتي اصلا في توقف. الرساله اللي كنوجهوا للمسؤولين هما يعني يزيدوا عدد الطوبيسات، والحاجه كذلك انهم خصو حتى الطوبيسات ديال الطلبه يكونوا متخصصين بالطلبه، باش انهم ما يقدروش ان يتعطلوا على المدرسه. اننا نعاني من مشاكل متعدده مع هذه شركه فيتاليس، وقمنا بعدة مظاهرات ومطالبة للمسؤولين من أجل التدخل، ولكننا لم نلقي الأذن الصاغية، ولا زلنا نعاني. ومن تلك المعاناة أننا هناك الاكتظاظ، وأنها تتعطل في الطريق، إضافة إلى أن مجموعة من الطلبة السنة الماضية وهذه السنة تخلفوا عن الامتحانات بسبب أنها دائما تتعرض لمجموعة من المشاكل، كأنها مثلا يعني حالة مهترئة ويعجز اللسان عن التعبير.